تاريخ حضارة عربية. السلام عليكم، معكم حنان ديكري، رئيسة منظمة السنادي الوطنية فرع عيد فاسكا. بالنسبة لهذا الجمعية ديالنا تخدم هو صناعة تقليدية، بحكم يعني اخترنا هذا المجال هذا وخصنا فيه، لأن المنطقة عندها واحد النقص بالنسبة لهذا المجال هذا، لهذا تخصينا فيه وحاولنا أن الصناعة نقربوا لهذا الفتيات المنطقة بالخصوص ونسائها، باش يكون عندهم واحد المادة اللي ممكن أنا إن شاء الله تدي لهم دخل اليومية. بالنسبة للجمعية أيضا تخدم على ما هو الطفولة وخصوصا المخيمات، إن شاء الله بالصيف احنا موجودين ليها، وزائد أن كاين ما هو ترفيهي وثقافي، وايضا كنحاولوا نركزوا ما هو التنموي. كاين عندنا ايضا بالنسبه للاهداف ديالنا المستطره، وانا تنحاولوا ان نديروا ما هو تطوعي بالنسبه لشبابنا، يعني يكون ان شاء الله في المستقبل، وغادي نوجدوهم وغادي ندير لهم التكوينات اللي كاين عندنا شراكه وزاريه مع شبيبه الرياضه للمنظمه على الصعيد الوطني بشكل عام.